صار لي تقريباً نص ساعة إلى ثلاثة أرباع ساعة بسبب هذا الزخم اللي قاعد يصير والعمل والمشاريع. أكو بطء، أكو تلكؤ بالعمل. أنا اضطريت أجي مشي بهذه الشمس الحارة، توصل درجة حرارة 47 إلى 50 درجة. اضطريت أجي مشي لأن أنا صاحب عمل، اضطريت أنزل من السيارة أجي مشي في سبيل أوصل من وقت. الوقت اللي أتأخر بي يا كله من مكان إلى مكان ثاني يا كله تقريباً نص ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة. حتى السيارة انطفت هي بالقرآن من وراء الحر، من وراء الزحام. يعني ما ندري شو نسوي، وين إلا خلي يجيبون هذا النهاية. المجسرات هاي اللي يمشن بالسماء ماكو أحسن إنه، أحسن من هاي الزحام. الشوارع السيارات هواية، هم لو بس يقللون من استيراد السيارات، هاي السيارات دي يجيبوها بالملايين. يعني معقولة يعني شنو الشعب هسه كل بيت فيه خمس سيارات عشر سيارات؟ الله شنو شعدكم يقطعوا الاستيراد يا اخي، قطعوا الاستيراد. والله الزحام كتل هسه فنه، ما نقدر حو الدنيا حاره. لا شوف السياره ما تشوف تخربط، تقطع عطلت، حتى السيارات عطلت. وين صار فوق الساعه من نالي جاي كل ساعه، حتى السياره بعد ما تمشي عطلت يتمم ما يلحق. انت تشوف هالازدحامات وهالاذيه ويقول لك طرق، وين الطرق؟ هي الطرق وينها؟ جسر جسرين بس. هاي شوف هاي الازدحام، وكيلك الله هذا كله تعرق وضيم، وهاي ونركض على هالعيشه، رايحين بنفرين وجايين بثلاثه. والله الدنيا حاره تقتل كتل، والازدحامات حدث ولا حرج. زين يعني الازدحامات من وراء هاي المشاريع، يعني صح هي من فائدتنا، بس شنو يعني يمكن بيها تلكو، ما اعرف يعني تعطيل. زين هسه اكو جسور خو كملت، اكو جسور بعدها. يعني عندك هاي الساحه هسه مال الطابقين، يعني شوف الله بعينك يلا تطلع منها. ازدحامات وهل تشوف يعني الحر قاتلنا، واحنا سياراتنا مو ذيك السيارات الحديثه، سيارات تعبانه على عقد حالنا.